راديو الشرق مع بلومبرغ. راديو الشرق مع بلومبرغ. من الشرق للأخبار. مبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي طبعاً بموافقة مجلس الوزراء في 27 من مارس، ويتم الاحتفال فيها سنوياً في هذا اليوم. هي مبادرة ينبثق عنها عدد من البرامج والمشروعات، وتشرف على تنفيذ خطة مستدامة طويلة الأجل للعمل المناخي، تدعم طموح السعودية المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060 عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعمل أيضاً على تسريع رحلة انتقال السعودية نحو الاقتصاد الأخضر. للحديث بشكل أكثر تفصيلاً عن هذا الموضوع ينضم لنا الدكتور محمد الصرف، مدير قسم الكربون والتغير المناخي بشركة تلاد للبيئة، ومؤسس ورئيس شبكة محترفي الاستدامة السعودية. صباح الخير دكتور. صباح النور، الله يحييكم. حياك الله. في البداية خلينا نتحدث شوي عن هذه المبادرة، وهل تركز على التشجير وزيادة الغطاء النباتي فقط، وإيش هي ماهيتها بالضبط؟ أولا شكرا لكم على الاستضافة في هذا اليوم المهم. مبادرة السعودية الخضراء الغالب يتوقع أنها فقط متعلقة بالتشجير وزيادة الغطاء النباتي، بينما هي أكثر من هذه. يعني مبادرة السعودية الخضراء لما أطلقت في عام 2021 من سمو ولي العهد شملت أكثر من 80 مبادرة ومبنية على 3 محاور أساسية في الأصل. فالثلاث محاور الأساسية هي تقليل الانبعاثات الكربونية والتشجير وحماية المناطق البرية والبحرية. فالتقليل الانبعاثات الكربونية طبعا لما نزيد غطاء النباتي التشجير هذا بيساهم في تحقيق هذه المبادرة. فتقليل الانبعاثات يعني بيساهم كثير في التشجير بشكل مباشر. فهي جزء من رؤية المملكة 2030، وهي تعتبر تجميع لجميع الجهود اللي بذلت المملكة في توحيد الجهود سواء في الاستدامة، تسريع وتيرة العمل المناخي في المملكة، وحماية البيئة بشكل عام. نعم. طيب إيش هي علاقة هذه المبادرة بالاقتصاد الدائري للكربون؟ جميل جدا. فيها مبدأ اللي هو الاقتصاد الدائري. فالاقتصاد الدائري هو بشكل مختصر أنه الحلقة مغلقة في جميع ما نستخدمه في حياتنا اليومية، أو في الصناعة، أو في السكن، أو في أي شيء نستخدمه بشكل عام. لكن فيه مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون. الفكرة هو أنه الحلقة تكون مغلقة في استخداماتنا في مجال الصناعة. فأي حاجة حنستخدمها في مثلا إنتاج مثلا بلاستيك أو إنتاج مواد البناء، الفكرة أنها تكون الحلقة مغلقة بحيث تقليل الانبعاثات الكربونية يتحول ثاني أكسيد الكربون من الناتج من الصناعات هذه لأنشطة بشرية إلى منتجات ذات قيمة. فمثلا استخدام التكنولوجيا مثلا لامتصاص الكربون من الجو أو من مصادر الانبعاث وتحويله إلى وقود مثلا، أو تحويله إلى بلاستيك معاد تدويره، أو إلى أسمدة، أو إلى أي شكل من أشكال الأخرى اللي ممكن تساعدنا كمواد خام للصناعة. نعم. فالاقتصاد الدائري هذا الكربون يعتبر جزء كبير جزء من استراتيجية الوطنية للتحول نحو الاستدامة وتحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخ. نعم. أيضا يعني دكتور يعني محمد، يعني لهذه المبادرة، مبادرة السعودية الخضراء، دور في الطاقة المتجددة، لو تحدثنا أيضا عن هذا الجانب بالتفصيل. بالتأكيد المبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى التحول الوطني في إنتاج الطاقة واستهلاك الطاقة بشكل مباشر. يعني للمعلومية تاريخ مبادرة السعودية للمناخ لم تبدأ فقط مبادرة السعودية الخضراء في 2021، كانت في بدايات عام 2016 لما أطلقت مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة. فهي كانت أصلا بداية المبادرات هذه كانت بسبب الطاقة المتجددة والتحول الوطني للطاقة المتجددة، وانتقلت إلى 2017 البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وبعدين الاستراتيجية في عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة، وهكذا إلين وصلنا لعام 2021 اللي تقولت فيه المبادرات هذه كلها تحت المبادرة السعودية الخضراء. فالفكرة الآن السعودية أنها تتحول إلى طاقة متجددة بنسبة 50% كمصدر للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ونهاية بوصول الحياة الصفر للكربون بعام 2060، وكله يتم يعني من خلال هذا الاقتصاد الدائري للكربون. نعم، يعني مبادرة السعودية الخضراء بلا شك راح تساهم في رفع مستوى جودة الحياة، حماية البيئة للأجيال القادمة. كيف ممكن تعزز هذه المبادرة الاقتصاد الأخضر مثل ما ذكرت وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة؟ وتحديدا خلنا نتكلم دكتور عن النفايات، إدارتها ودورها في هذه المبادرة. أكيد طبعا، يعني المبادرة نفسها مبادرة السعودية الخضراء يعني فيها أكثر من 80 مبادرة، بما فيها تقليل النفايات. وتقليل النفايات يعني له دور كبير، لأن النفايات تصدر غازات ميثان وغازات أخرى للاحتباس الحراري. فتقليل النفايات مثلا الاستهلاك الأمثل للمواد، تقليل استخدام البلاستيك المرة الواحدة على سبيل المثال، تقليل المخلفات الإلكترونية. ففي مبادرات كثيرة من المركز الوطني لإعادة التدوير سيرت وبقية الجهات تساهم في هذا الشيء، بحيث أن الجهود كلها تحسن من استخدام الفعال للنفايات واستهلاك الموارد بشكل مباشر. هذا إضافة إلى بقية المبادرات اللي ذكرتها، بما فيها مثلا تعزيز البيئة الطبيعية، زراعة 10 مليار شجرة، اللي الأغلب يعني فاهم أنه هذه المبادرة، لكن في أكثر من 80 مبادرة تحت مبادرة السعودية الخضراء. نعم، كل الشكر لك الدكتور محمد الصرف، مدير قسم الكربون والتغير المناخي بشركة تلاد للبيئة، وأيضا مؤسس ورئيس شبكة محترفي الاستدامة السعودية، على مداخلتك اليوم وإثرائك لهذه الفقرة والحديث عن مبادرة السعودية الخضراء. شكرا جزيلا لك. شكرا. تعلم من خبرات السابقين وضيف لخبراتك الخاصة. فن الريادة